بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد خساره منتخب مصر قدام السنغال بضربات الجزاء، لقيت في تعليقات كتيره جدا وفي ناس بتتهم المنتخب المصري ومحمد ابو جبل باستخدام السحر، اللي هو سبحان الله يا اخي، المنتخب المصري بيستخدم اكتر طرق علميه حديثا في كره القدم، وانت تيجي تقول لي منتخب مصر بيستخدم السحر. ايه بقى الطرق العلميه دي سعادتك؟ في حاجه اسمها محلل اداء شغال مع منتخب مصر وشغال في كل منتخبات العالم، وحاليا بقى موجود في اغلب فرق العالم دلوقتي. محلل الاداء ده حضرتك بيعمل ايه عندنا في منتخب مصر؟ بيذاكر اللعيبه اللي بتلعب ضربات جزاء في الفرق المنافسه، وبناء عليه بيوصلها لحراس المرمى بتاعت منتخب مصر ومدرب حراس المرمى بتاع منتخب مصر. مدرب حراس مرمى منتخب مصر عصام الحضري بيوصلها لمحمد ابو جبل او بيوصلها للشناوي، بس الراجل بيعرف يوصلها له بطريقته. ايه بقى طريقه الحضري؟ ان هو يوصل ورقه مكتوب فيها الزوايا اللي بيشوط فيها لعيبه منتخب السنغال او لعيبه منتخب الكاميرون او لعيبه منتخب كوت ديفوار او اي منتخب انت بتلعبه، هيوصل له عصام الحضري. يعني انت مستخدم طرق علميه، وصلتها الحارس بتاعك جوه الملعب، ودي على فكره في حراس على كتير في العالم بيعملوها دلوقتي، ومع ذلك انت نفسك اللي بتاع السحر والشعوذه طلع تقول لهم الله الله على الخبث الكروي الجميل. لما منتخب مصر يعملها يبقى في سحر، وانقلب السحر على الساحر. مش ناقص جنان والنبي، سحر ايه؟ احنا بنتكلم على محلل اداء، وبنتكلم على راجل بيبقى قاعد بيذاكر المنتخبات، وبيبقى قاعد بيحلل بالورقه والقلم، وبيبقى قاعد شغال على برامج علشان خاطر يعرف لعيبه منتخب السنغال بيلعبوا في انهي زوايا، وساديو ماني شاط 5 كور شمال، لا شاط 7 يمين، وتم تسجيل كام هنا يمين، وتم تضييع كام هنا شمال. فالموضوع كبير قوي سعادتك، فالنبي لو مش عارف احنا بنتكلم في ايه، ومش عارف مهمه محلل الاداء، فالنبي ما تتكلمش معايا وتقول لي سحر وما سحر وكنت بتكسبه بالسحر والسحر انقلب على الساحر. طالما احنا كنا عاملين سحر والسحر والشيخ بتاعنا كان جامد قوي كده وكسرنا ماتش كوت ديفوار وماتش الكاميرون، جه عند ماتش السنغال والعفاريت ضاعوا منه، مش ناقص يا جنان بقى يا جماعه، ما تتعبوناش معاكم. لو ما كنتش بتشجعني يا عم مش طالب منك انك تشجعني، بس ما تقوليش ان انت خسرت عشان السحر بتاعك انقلب على الساحر. والنبي عشان الكلام ده بيخلينا نخرج بره الكوره خالص، فنحترم ان احنا لسه خسرانين طازه. ولو عايز تقول لي انك منتخبك سيء ومنتخبك وصل بالحظ اتفق معاك جدا، انما تقول لي منتخبك كان بيكسب بالسحر ازعلك.